السلام عليكم متابعين قناة شهيوات سعاد إيفاتي، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم فطائر أو ميني ساندويتش بالدجاج بعجينة قطنية، كيجيو خفافين ولذاذين وساهلين في التحضير كاقتراح لوجبة الإفطار في شهر رمضان، أو نحضروهم الوليدات ديالنا يديهم معهم للمدرسة. نخليكم تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. أول حاجة غناخد واحد جبانة، غندير فيها كأس ديال الماء دافئ، وغنضيف عليه كأس ديال الحليب حتى هو دافئ، وغنضيف كأس ديال الدقيق. طبيعة الحال دقيق مغربل، والكأس اللي كنعبر به الماء هو اللي كنعبر به الحليب هو اللي كنعبر به الدقيق. غنضيف كذلك معلقة كبيرة ديال خميرة الخبز، وبالنسبة للخميرة راها على حسب الجو، إلا كان الجو سخون غنقصو من هاد الكمية. غنضيف كذلك معلقة صغيرة ديال السكر، وكنخلط مزيان هذا الخليط، وغادي نغطي عليه دابا بالبلاستيك الغذائي، وغادي نخلي هذا الخليط على جنب حتى يخمر مزيان. هاد العملية ديال الاختمار الأولى مهمة بزاف هاد المراحل ديال التحضير كلها. من بعد ما كيخمر لنا هاد الخليط غندوزو نكملو دابا العملية ديال التحضير. غنضيف 4 المعالق كبار ديال الزيت نباتيه، غنضيف كذلك بيضه كامله بحراره المطبخ، وغنضيف معلقه صغيره ديال الملحه، ودائما الملحه راه كتبقى على حساب الذوق. انا غادي نسم بواحد شويه ديال بودره الثوم، دائما المعجنات اللي كنحضر كنبغي نسمهم بودره الثوم، كيعجبني المذاق ديالها بزاف. وغادي نخلط مزيان هاد العناصر كلها. لما كتلاحظوا الخليط راه خامر، غنضيف الكاس الاول ديال الدقيق، وبطبيعه الحال الدقيق راه مغربل. غنضيف الكاس الثاني ونحرك، وغادي نضيف الكاس الثالث، وفي هذه المرحله غنستعمل يدي لان الخليط غادي يبدا يتقال، وغادي نعجن مزيان، وغادي نضيف الكاس الرابع والاخير. بالنسبه للقوام ديال العجينه خصو يكون خفيف، هذا هو السر اللي كيخلي هذا الخبيز ديال الساندويتش يجينا خفيف ورطب. العجينه خصها تكون خفيفه بزاف كتلصق في اليدين. غندهن يدي بشويه ديال الزيت نباتيه، ونحاول ندهن العجينه مزيان. غندهن واحد شويه من فوق، وغادي نغطي عليها دابا ونخليها تخمر حتى تضاعف الحجم ديالها. غندوز نحضر الحشوه. غنحتاج 300 غرام ديال صدر ديال الدجاج مقطعاه شرائح طوال على هذا الشكل، والكميه ديال الدجاج كتبقى يعني اختياريه على حسب اللي متوفر عندكم. غنحتاج معلقه كبيره ديال المطارد اللي هو الخردل، ياغورت طبيعي، صلصه الحاره. بالنسبه للتوابل اللي غنستعمل، الملحه كتبقى على حسب الذوق، معلقه صغيره ديال التحميره، نص معلقه الفلفل الاسود اللي هو البزار، ونص معلقه بودره الثوم، ونص معلقه بودره البصل. غنضيف دابا هذه التوابل على الدجاج. غنضيف القليل من الصلصه الحاره، وهذه الاضافه راه كتبقى اختياريه، تقدروا تستغناو عليها ما تضيفوهاش. وغنضيف كذلك جوج معالق كبار ديال الياغورت الطبيعي، وهذه الاضافه هي اللي كتعطي للدجاج واحد البنه خاصه. وفي الاخير غنضيف المعلقه ديال الموطارد اللي هو الخردل، وغنخلط مزيان حتى يندمجوا هذه العناصر كلها وتدخل هذه التتبيله في الدجاج. وغادي نغلف دابا هذا الدجاج بلاستيك غذائي، وغادي نخليه على جنب حتى يتشرب هاد الشرموله هادي مزيان، وعاد غادي ندوز نطيبو. كما كتلاحظوا العجينه تضاعف الحجم ديالها، خمرت مزيان. غادي ندوز دابا نخويها من الهواء. وكما كتلاحظوا العجينه كلها فقاعات، هذا دليل على انها ناجحه 100%. غادي تجربوا هاد العجينه وغادي تولي ان شاء الله عندكم معتمده. غندير واحد شويه ديال الدقيق فوق سطح العمل، وغندير عليه العجينه لانها خفيفه بزاف غادي تلصق لي، فضروري من الدقيق. كنجمع العجينه ما بين يدي باش نشكل الكويرات، نقطعها على حساب يعني عدد الكويرات اللي بغيت، وكنبدا نشكل في الكويرات. حصلت هنا على 14 كويره، وغناخد اول كره شكلت، وغنبدا ندق عليها مزيان بريوس صبعاني.
طبيعه الحال اش العجينه كتلصق لي غندير واحد شويه ديال الدقيق غير شويه ماشي بزاف وندق عليها مزيان وانا كندق عليها وانا كنجبدها على الطول وغادي دابا نبدا نتنيها ونضغط عليها بالريوس ديال الصبعان ديالي مزيان باش يلتصقوا الاطراف ديال العجينه ونجمعها من الجنيب ونولي نجمعها مع الجنيب الاخر ونقلبها ونقادها كما كتلاحظوا في الصوره وغنديرها دابا في صينيه الفرن طبيعه الحال فيه الورق ديال الطبخ كذلك الكره الثانيه حتى هي كندير واحد شويه ديال الدقيق وكندق عليها مزيان وكنجبدها على الطول وغنبدا نضغط على العجينه بالريوس ديال الصبعان ديالي نتنيها مزيان ونتنيها من هذا الجنب ونتنيها من الجنب الاخر كنجمع ديك يعني ديك الحواف ونقلبها ونقادها بعد ما ساليت الخبز كله غنغطيه دابا بواحد المنديل وغنخليه يخمر واحد شويه من بعد ما كيخمر واحد شويه يعني ما كنخليهوش مده طويله غير شويه غناخذ السكين يكون من الاحسن يكون ماضي وغندير جوج خطوط الا بغيتوا ديروا هاد يعني هاد العمليه ديروها ما بغيتوش خليوه غير على طبيعته هكا ما تشقوش خليوه عندي هنا بيضه كامله طربتها مع قطرات ديال الخل طربتها مزيان غندهن بها الوجه ديال هاد الخبز ساندويتش بعد ما دهنت الخبز الساندويتش كله غندوز دابا زينو غنحتاج قليل من الزنجلة الابيض الا بغيتو تستعملوا الزنجلة اللي كنديروا للقراشة تقدروا تستعملوه او البذور ديال البافو حتى هما كيعطيو واحد المنظر زوين يعني الزين كيبقى اختياري او خليهم على طبيعتهم بغيتو تزينوهم وبطبيعه الحال الفرن راه سخون غندخل الصينيه غنديرها فوق العافيه على عافيه قل من المتوسطه وعاد نهبطها من التحت باش يتحمر هذا الخبز من الوجه ديالو دابا غندوز نطيب صدر ديال الدجاج غنحتاج مقله نشعل عليها العافيه وغندير فيها تقريبا واحد 3 د المعالق كبارين ديال زيت الزيتون وبالنسبه للزيت راه كتبقى على حسب الذوق غنضيف دابا الصدر ديال الدجاج من بعد ما تشرب الشرموله مزيان وهو كل ما خليناه في الشرموله كيجي بنين ولذيذ وكنبقى كنحرك هاد القطع ديال الدجاج حتى كيتشحروا مزيان يدخل فيهم الطياب وهاد التتبيله اللي درت ديال الدجاج والطريقه باش طاب كيعطيه واحد البنه واحد المذاق زوين بزاف دابا كما كتلاحظوا هو الدجاج طاب غادي نطفي عليه ونخليه حتى يبرد من بعد ما وجد الخبز ديال الساندويتش كما كتلاحظوا تحمر من الفوق ومن التحت دابا غنغطي عليه ما حدو سخون وغنخليه ترجع عليه ديك السخونيه ويرطاب وعاد غنكملوا العمليه التحضير من بعد ما برد الخبيز كما كتلاحظوا كيجي خفيف بزاف ورطب صراحه هاد العجينه راها رائعه غادي تولي عندكم معتمده غندوز دابا نعمرو عندي هنا القطع ديال الدجاج اللي حضرت صلصه المايونيز والكيتشاب مخلطين تقدروا تستعملوا اي صلصه عندكم ديال الساندويتش عندي الجبن الاحمر محكوك جبن شيدار بصله مقطعه رقيقه على هذا الشكل اللي ما كتعجبكم خضره شحروها بشويه الزيت والخس وزيتون مقطع وشرائح ديال الطماطم بالنسبه للحشوه كتبقى يعني اختياريه على حسب الذوق ديالكم كنفتحوا هذا الخبيز من الافضل نستعملوا سكين منشار ديال الخبز بالنسبه لهذا الخبيز يعني تقدروا تعطيوه للوليدات غير مع الكونفيتور او الفرماج او الشكلاط كياكلوه كيعجبهم غير هذا الشكل ديالو كيفتح لهم النفس وكيبغيو ياكلوه كما كتلاحظوا كيجي مثقب وخفيف ورطيطب حتى المنظر ديالو كيجي زوين غندهنوا اول حاجه هاد الصلصه حتى الا بغيتو ديروا غير الصلصه ديال المايونيز بوحدها تقدروا ديروها اولا كانت عندكم شي صلصه جاهزه استعملوها بالنسبه للصلصه ديال الكيتشاب والمايونيز نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف انا حضرتها في البيت غندير القطع ديال الخس القطع ديال البصله مقطعين رقاقين الا مابغيتوش كتبغوا البصله خضراء تقدروا يعني تشحروها فواحد شويه ديال الزيت مليحه وعاد ضيفوها للساندويتش ديالكم غنضيف شرائح ديال الطماطم وشرائح ديال الدجاج كنضيف الزيت الاخضر مقطع وغنضيف الجبن شيدار حتى الا بغيتو تضيفوا شرائح الجبن ديال الساندويتش هما ضيفوهم اللي كانوا متوفرين عندكم كيجي الشكل ديال هذا الساندويتش رائع بالنسبه للحشوه راه كتبقى على حسب الذوق الا بغيتو ديروا شويه ديال الكفته في عود الصدر ديال الدجاج بغيتو ديروا شويه ديال الطون كيبقى لكم الاختيار على حسب الذوق ديالكم على حسب اللي متوفر عندكم
بالنسبه لهذا الخبز الساندويتش انا ما غنعمروش كله، غنعمر غير واحد الكميه، والكميه الاخرى غنديرها في المجمد. طريقه الاحتفاظ ديالو راه ساهله، كديرو في كيس بلاستيكي او في علبه، ملي كنبغيو نستعملوه كنجبدوه كنخليوه يتطلق واحد شويه على ما تنوجدوا الحشوه، وكنستعملوه عادي ما كيوقع له حتى شي حاجه. راه عملي بزاف، يعني تعطيوه للوليدات ديالكم المدرسه او توجدوه في الماء يعني المائده الافطار دابا شهر رمضان، يعني الانسان مره كينوع كيدير شي حويجه كتعجب الوليدات ديالو. وهذا هو الشكل النهائي ديال الخبيز ديال الساندويتش مع ما عمرتو، كيجي رائع صراحه. هذا الخبيز كيجي خفيف بزاف ورطب وساهل في التحضير، وحتى الحشوه لذيذه حتى هي في المتناول. الانسان مره كيغير للوليدات كيدير لهم شي حويجه كتعجبهم. هذا الخبيز ديال الساندويتش يعني كيصلح حتى يديوه الدراري حتى المدرسه، نزينوا به المائده الافطار ديالنا دابا حنا شهر رمضان. نتمنى هاد الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها. بالنسبه للكميه ديال الخبز الساندويتش اللي بقات لي درتها في كيس بلاستيكي وغنحتفظ بها في المجمد. وصلنا لنهايه الفيديو، كنشكركم بزاف على حسن المتابعه ديالكم، والى اللقاء في فيديو قادم ووصفه اخرى بحول الله تعالى. فضلا وليس امرا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد.